صباح الخير يا متابعين فتح الفن الصباح لشركة وينز بروكر. هذا ماركو كريم مجدي يوم 14 مارس 2022، ونتكلم مع بعض الفيديو بتاعنا عن اليورو مقابل الدولار الأمريكي. بيعود الدولار في نهاية الأسبوع الماضي للسيطرة على الأسواق مرة أخرى، وأداء سلبي طبعا اليورو بعد الصدمة اللي تعرضت لها الأسواق باتجاه البنك المركزي الأوروبي لتجديد سياسته النقدية، بجانب التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية اللي سجل أعلى مستوياته في 40 عام ليقفز إلى 7.9%. دي كانت أهم الأخبار. ما كانش عندنا بيانات هامة من شأنها تؤثر على الأسواق يوم الجمعة الماضية، والنهاردة كمان هيكون في غياب كامل للبيانات الهامة، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما واضح معانا على الشارت، طبعا الاداء سلبي على كل المؤشرات، ده سلبي على الاي ام اي، على السار، على الفلات ترند، تقاطع المتوسطات السعر الاسفل، ثبات السعر اسفل النقطة المحوريه ال 920، كل ده مؤثر عليه بشكل كبير، ولذلك نتوقع مزيد من الانخفاضات، ولكن بشرط كسر ال 845 علشان يروح لل 800 فلات وراها ال 730. مره تانية كسر ال 845 وراها 800 فلات وراها ال 730. السيناريو الاخر المعاكس حقق بكسر 960 وراها ال 10 فلات وراها ال 1045. وبكده اعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.